للمزيد من التوضيح والفهم ينضم إلينا الأستاذ زكريا عثمان، خبير العلاقات الدولية. أستاذ زكريا، أرحب بك في البداية. هل هذه الاجتماعات التي تأتي على هامش مجموعة العشرين، هل من الممكن أن تعطي هذا الانطباع بشأن هدنة تجارية صينية أمريكية؟ يعني في الحقيقة دعيني أقول أن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ على هامش اجتماع مجموعة العشرين المزمع أن عقدوها الأسبوع المقبل في مدينة أوساكا اليابانية، ربما من شأنها أن تؤدي إلى حلحلة الحرب التجارية أو التوترات في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية المشتركة، ولكن ليس من المتوقع على الإطلاق أن تحل الأزمة برمتها. الأزمة أعمق بكثير من أن تحل في غضون لقاء واحد، خاصة وأن هناك بالفعل محادثات أو مفاوضات تجارية مشتركة أمريكية صينية لم تنقطع طيلة الفترة الماضية على الرغم من الحرب التجارية المستعرة بين البلدين، والتي تجلت أبسط مفرداتها في فرض تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية من قبل الصين كرد على إجراءات مماثلة وسابقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات الصينية. دعيني أقول أيضا أن الجميع يعرف العقوبات الأمريكية المفروضة الآن على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، وفي المقابل أيضا الرد الصيني من قبل الإدارة الصينية لإدارة الأسواق على فرع شركة فورد في الأسواق الصينية. إذن هناك حرب أمريكية مستعرة بين البلدين، ناهيك أيضا عن بعض التهديدات والتلاسل المتبادل بشأن مزيد من التصعيد بين البلدين، والذي تجلت أبسط مفرداته أيضا في مفرداته عفوا في تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، فضلا عن فرضه تعريفات جمركية واقعية دخلت حيز التنفيذ على بضائع صينية أو على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار في خلال الأوقات السابقة. إذن هناك ما يمكن أن يصل إجمالي قيمته إلى واردات صينية بالفعل يمكن لأمريكا أن تقوم تصل إجمالها في البداية إلى نصف تريليون أو إلى 100 مليار دولار. إذن في ظل هذه الأجواء المحمومة أعتقد أن اجتماع واحد لن يؤدي إلى كسر ولكن من الممكن أن يأتي بنتائج على الأقل إيجابية تنعكس ويكون لها الوقع على الأسواق العالمية. بالضبط أتفق معك تماما، هذه المسألة سبب التراجع. أتفق معك في هذا الطرح تماما، بمعنى أنه من المتوقع تماما أن يؤدي هذا اللقاء إلى انفراجة ويحمل في طريقته نتائج مبشرة يمكن أن تنعكس إيجابيا على الأسواق المالية وعلى البورصات المالية على مستوى العالم، ولا سيما الأمريكية والصينية وربما اليابانية أيضا. دعني أقول هذا هو المتوقع بالفعل، ولكن أكرر أن هذا اللقاء بمفرده لن يكون كافيا لحل كافة جوانب المشكلة، وبالتالي لابد من العمل مستقبلا والبناء على ما يتم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء للخروج من الأزمة تماما إذا كان هناك نية مشتركة لدى البلدين. ولكن أعتقد دعيني أقول أن للأسف السياسة الترامبية الإنعزالية ربما تحول دون إتمام هذه التطلعات أو التوقعات الإيجابية مستقبلا. أستاذ زكريا، يعني كخبير علاقات دولية، هل اجتماعات مجموعة العشرين بهذا الإعلان لترامب بلقائه مع نظيره الصيني ومع نظيره الروسي أيضا يخيم عليها الأجواء التجارية الاستثمارية الاقتصادية وحل المشكلات وإيجاد سبيل للخروج من أزمات اقتصادية؟ يعني دعيني أقول أن يعني الجميع يعول على مثل هذه الاجتماعات لحدوث إفرازة فعلية وحقيقية في العلاقات الأمريكية
والعلاقات الأمريكية الروسية من ناحية. دعيني أقول أن بدون شك أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب في الآونة الأخيرة ربما كانت عادية واضحة على المستوى التجاري على الأقل لكلا البلدين. ودعيني أقول أن أيضا أن كلا البلدين أعني تحديدا الصين وروسيا لم تقف مكتوفة الأيدي خلال مكتوفات الأيدي خلال الفترة الماضية، بل أيضا قامت باتخاذ بعض الخطوات. على سبيل المثال نعرف أن هناك ما يسمى بمنظمة بريكس، تلك المنظمة التي تتضمن خمس دول أبرزها الصين، أو هي تحديدا الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل. صحيح. تلك المنظمة التي يتألف دولها، التي تشكل تعداد سكان دولها حوالي ربع سكان العالم. دعينا أن هذه المنظمة العالية عليها كثيرا أيضا في استهداف، ليس على الأقل ليس استهداف الاقتصاد الأمريكي، ولكن الرد على خطوات أمريكية، بمعنى أن هذه المنظمة طالما أو كثيرا ما نادت باستبدال الدولار الأمريكي في الميزان التجاري المشترك بينهم العملات المحلية لهذه الدول، إذا هناك شد وجذب. ولكن دعينا أقول بالفكر يعني بالفعل في نهاية المطاف اللقاءين القبين دوليا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع غاية في الأهمية طبعا، وفي انتظار نتائج هذه اللقاءات. شكرا جزيلا لك أستاذ زكريا عثمان، خبير العلاقات الدولية.